السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، هنتكلم النهاردة عن طريقة تنزيل برنامج الواتساب على سواء على أجهزة الموبايل الخاصة بينا أو على الكمبيوتر بكل سهولة. تمام، هنبدأ بكل سهولة على تحميل أجهزة الموبايل الخاصة بينا. طبعا هو بيدعم التنزيل على أجهزة الأيفون والأندرويد والبلاك بيري والنوكيا اس 60 واس 40 ويندوز فون زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. تمام، طيب انا لو عاوز انزل اي حاجه من دول هضغط على، وليكن عندي اندرويد مثلا، هضغط عليه هنا هيقول لي داونلود، هضغط كلمه داونلود هيبدا عمليه التثبيت على الموبايل الخاص بيها بكل سهوله. طبعا الروابط كلها هنلاقيها اسفل الفيديو في الديسكربشن، سواء رابط خاص بالاندرويد او البلاك بيري او الويندوز فون، تمام، او الايفون. كلام جميل، يبقى كده خلاص الروابط هنلاقيها هنا، والتثبيت تثبيت عادي جدا للواتساب على عندنا، تمام، على جهاز الموبايل بتاعنا. هنروح على حاجة اسمها ويب، واتساب ويب، تمام، دي للتنزيل على جهاز الكمبيوتر عندنا، بيستخدم لتنزيل الواتساب على الكمبيوتر على الجهاز بتاعنا، بينزل نفس النسخة الموجودة على الجهاز بتاعنا، جهاز التليفون اللي هنستخدمه. هي عملية التثبيت على الكمبيوتر. يبقى عشان نثبت على الكمبيوتر محتاجين جهاز موبايل، تمام، والكمبيوتر والصفحة اللي قدامنا دي، مش أكتر من كده. جهاز موبايل متثبت عليه آخر نسخة للأندرويد، تمام، يبقى جهاز موبايل متثبت عليه آخر نسخة للأندرويد. ونتابع مع بعض طريقة التثبيت على الكمبيوتر. زي ما احنا شايفين ده الشكل العام للصفحة الواتساب ويب، تمام، بكل سهولة هنفتح التليفون بتاعنا وهنخش على البرنامج الواتساب، نتأكد ان هو على اخر نسخة ليه، وهنشوف الاوبشنز عنه او كليك شمال. واحنا فاتحين القايمة بتاعة الواتساب، لو عملنا كليك في شمال عندنا غالبا بيظهر لنا قايمة منسدلة كده مكتوب فيها واتساب ويب، تمام، واتساب ويب دي نقدر مجرد ما نضغط عليها هيبدأ يقول لنا وجه الكاميرا بتاعتك على الكود الموجود في الموقع. يعني مجرد ما اضغط هنا واتساب ويب هيقول لي اضغط هنا حدد بالكاميرا بتاعتك، الكاميرا تفتح، وهنظبط الكاميرا على الكود اللي قدامنا ده، وبعدها هيديني رابط لتثبيت الواتساب على جهازي بكل سهولة، هثبته عليه كأني بالظبط هيفتح البرنامج وهيثبت على الجهاز، وكأنه انا دلوقتي اهو هخش على الواتساب على الكمبيوتر على الفون عندي، وليكن اهو كليك شمال هنا جاب لي واتساب ويب بالعربي او بالانجليزي، هضغط عليها بدأ يديني الكاميرا، فتح الكاميرا وبوجه الكاميرا حاليا على، بيقول لي التعليمات، اوجه الكاميرا المربع اللي قدامي على وبيبدأ عملية سكان لي، وبالفعل تم عمل سكان وتم تثبيت زي ما احنا شايفين زي بالظبط عندنا، بالظبط متثبت عندنا بكل سهولة على الجهاز، كأني بالظبط دلوقتي حاليا على الكمبيوتر. كل اخش بعد كده لو انا خشيت على الواتساب على الويب على رابط الويب ده تاني بعد كده هلاقي يديني الواتساب على الكمبيوتر على الويب بكل سهولة زي ما احنا شايفين قدامنا، كأني بالظبط على الجهاز زي ما احنا شايفين. ولو في اي استفسار تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.